بسم الله الرحمن الرحيم، محدثكم طه علي الصباغ، قسم الإلكتروني كلية هندسة الإلكترونيات جامعة نينوى. اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم، وهو عملية كتابة المعادلات الرياضية في منصة كلاس روم. راح أجي أكبس على Create Quiz Assignment، راح أكتب عنوان للأسئلة، والآن راح أكبس على Blank Quiz. راح أغير اسم Blank Quiz إلى سؤال معين، راح أختار Multiple Choice وليكن الاختيار الأول والثاني والثالث والرابع، أربع اختيارات. الآن السؤال راح يكون: ما هي معادلة الخط المستقيم مثلا؟ الآن راح أخلي أربع معادلات مختلفة والطالب عليه أن يختار المعادلة الصحيحة. الحقيقة أنا ما راح أجيب معادلة الخط المستقيم بالضبط، ولكن فقط لنتعلم كيف نضع رموز المعادلات من خلال جوجل كلاس روم، لأنه من خلال جوجل كلاس روم لا يمكنك أنه تكتب أي معادلات أو رموز، مثلا علامة الانتجرال، التكامل، المشتقة، باي إلى آخره. فراح نضيف هذه المعادلات على شكل صور، وصور من خلال هذه أدمج. لكن الآن أنا راح أبحث عن المعادلات. إذا نبحث عن Snipping Tool، نقوم بسحبه إلى شريط المهام. الآن هو ظهر على شريط المهام في هذا المكان. أنت بالنسبة لك تجهز الصفحة اللي راح تنقل منها المعادلات، إن كانت Word، إن كانت PDF، إن كانت صفحة من أسطح المكتب، أي مكان في المعادلات. فأنا هذه الصفحة مجهزة للمعادلات. الآن نكبس على البرنامج ونكبس على New، راح أطبق الشاشة المطلوب أخذ المعادلة منها، ويتحول الكرسر إلى علامة الزائد. أنت تختار مستطيل يحيط المعادلة قدر الإمكان، يكون على قدر المعادلة، وتفلت تظهر المعادلة، ومن ثم تعمل Save As وCapture One، وأنا راح أخليها في ملف أو فولدر اسمه طه. هذه المعادلة رقم واحد، Save. انتهيت من استخدام المعادلة رقم واحد. الآن راح أخذ معادلة أخرى أيضا، أكرر العملية، وهذه المعادلة الأخرى. إذا تلاحظون الآن علامة الإنفينيتي ما جت، فأرجع ألغي وأعيد المحاولة مرة أخرى، بحيث أنه المعادلة تكون كاملة وبشكل واضح. وأيضا أعمل Save As وCapture To في نفس الفولدر، وSave، وهكذا وهكذا بقية الاختيارات. نرجع إلى الجوجل فورم. الآن أنا أريد أختار معادلة رقم واحد في الأوبشن رقم واحد، راح أكبس على Add Image وBrowse، وأذهب إلى الفولدر اللي أنا مخلي به المعادلة الأولى Capture One. تم تحميل هذه المعادلة في هذا المكان، وأيضا راح أذهب إلى الاختيار الآخر وأختار المعادلة الأخرى. وظهرت عندي المعادلة الثانية في هذا المكان. وهكذا بالنسبة لبقية المعادلات اللي المطلوب نعملها. هذه هي طريقة
إضافة معادلات إلى الجوجل كلاس روم. شكرا لإصغائكم.